كلية الهندسة جامعة القاهرة، انفجرت قنبلتان منذ قليل بميدان النهضة أمام كلية الهندسة، وأفاد شهود عيان بسقوط إصابات نتيجة الانفجارين اللذين حدثا بشكل متتابع. لا بس حاجات بسيطة، الحمد لله ربنا يسلمك ربنا إن شاء الله. تقوم بألف سلام، تقوم بألف سلام على البيت، تقوم بألف سلام إن شاء الله. اوكي ماشي برضه بعد اذنك موبايله كده ان شاء الله تمام. ايه الو معين تامين لجنه الجامعه، كنت انا والعميد طارق المرجاوي والعميد عادل هيكل والمقدم حازم العراقي والرائد حسن الصبان. وبعدين كنا واقفين، كان طارق بن مرجاوي مجتمع معانا بيدينا التعليمات، واحنا واقفين في لحظه لقيت القنبله انفجرت الاولانيه، ابتدينا نتفرق. طارق هو الوحيد اللي فضل في مكانه، كلنا جرينا الناحيه التانية، رجعنا بعدها تاني عشان نطمن. كان طارق بيوقع في الارض، وكان عبد الرحمن بيصرفي كان واقع في الارض، جرينا عليهم عشان نطمن. كانت القنبله التانية انفجرت، وانا واقف قدام نقطه الجامعه مع السيد الوعى والغف بنتلقى التعليمات. القنبله انفجرت، القنبله لما انفجرت حسيت البلاط اللي تحتيه على الارض بيتكسر، وانا طاير في الهواء ورحت واقع على الارض. بصيت يمين لقيت اللي هو عبد الرؤوف وقع على الارض جنبي، قمت مسكت نفسي كده وقمت اجري. جت قنبله تاني انفجرت، وظابط سندني ونايمني في الجنينه وجيت علينا. اللي حصل كنا بنوزع القوات لسه وبنعقى من مكان على اساس لو في برضك اي متفجرات او حاجه، واثناء الانتشار والتطهير للمكان فوجئنا بالانفجارين ورا بعضيهم على طول. انا اصبت في رجلي اليمين وبعض الاصابات برضك في اماكن متفرقه بالجسم، وفي العميد طارق المرجاوي من الملاحس كان قصادي كده، حسيت ان هو مفيش حركه خالص، وعميد اسمه عادل هيكل ومجموعه تانية، والحمد لله رب العالمين. وجينا نحط انفجار واثنين كان جنبينا والحمد لله، يعني الحمد لله ربنا طبعا.